تماري بكعك. واخيرا خلص الدوام، رح موت من الجوع، بدي اتغدى. يلا ربع ساعة وبتصير بالبيت. جوعان، ما عاد فيني اتحمل. يو شو صار لك؟ بيتي اقرب، تفوت تاكل عندي؟ ليكي هاد بياع التماري، تعي نشتري من عنده. لا دايمة، مو شايف الدبان عامل مطار دولي على بضاعته؟ وبعدين بلا ما تاكل من عنده كتير وسخة بضاعته. لك ايه دخيلك، على اساس الدبان ما بيفوت على بيتنا وبيعرف على اكلنا؟ بقديش تماري عمو؟ لك انت مو طبيعي ابدا، طول بالك وكل بالبيت ودير بالك على صحتك، مو معقول. عمو خلينا نتسبب، الله يرضى عليكي. كم وحده بدك عمي؟ وهي أحلى بندوراية من بستان أبو سليم. أخ يا عصام، حدا بيأكل الخضرة بلا ما يغسلها هالأيام؟ إيه أنا، هي أكلت خضرة بلا ما أغسلها. يا عصام والله العظيم مو لعب القصة، بتمرض والله بتمرض. إيه طول عمري بأكل اللي بيجي على بالي ولا مرة مرضت، لا تخافي عندي مناعة. ولي لحظة، بدي فوت على الحمام، مدري شو صار لي، مصريني عم تلعب لعب. ايه هلأ خمس دقايق وبتوصل على البيت. انو بيت وانو خمس دقايق؟ ولي شكلي ما رح الحق منوب. يو شو صار لك؟ خلينا نروح على المستوصف. آخ يا بطني، شي طبيعي تمرض وتسهل يا عصام، شكلك اكل اكل مكشوف وملوث. احمد ربك انك ما لقط لك شي مرض خطير، تفوئيد او التهاب الكبد مثلا. مرض خطير؟ كتير من الامراض ممكن ننصاب فيها اذا اكلنا خضرة وفواكه مو مغسولة منيح، او اكلنا اكل مكشوف معرض للحشرات. هالمرة نفدت يا عصام، بس مو كل مرة بتسلم الجرة. كل شو ما بدك، بس تتأكد انه نظيف ومحضر بطريقة صحية. توبة، ما عاد اكل شي مكشوف برا البيت. لنحمي حالنا من كتير من الأمراض ضروري ننتبه شو ناكل، ونبعد عن الأكل المكشوف واللي ما منعرف كيف محضر، ونغسل الفواكه والخضار منيح بالمي النظيفة والصابون قبل ما ناكلها. اتذكروا أن الوقاية أحسن بكتير من العلاج وأقل إزعاج. موسيقى.